إذن مشاهدي قناة شوف تي في، مشاهدي الأوفياء أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في الدبت المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء. صباح الخير عليكم ونتمنى لكم بداية يوم موفقة إن شاء الله. أكيد أول يوم في الويكاند هو يوم السبت، شوف كنعرفوا باللي الويكاند عنده واحد الطعم خاص، رغم أنها كنت واجدوا كاع في عطلة ديال الصيف، لكن الويكاند أغلبية الناس اللي يكونوا خدامين في الصيف تيجلسوا في الويكاند. فشوفوا معنا الأجواء الصباحية ديال اليوم السبت من قلب العاصمة الاقتصادية للدار البيضاء، يعني أجواء معتدلة، حركة سير عادية جدا، يعني قليل 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 الناس اللي خارجين وفايقين هذا الصباح على بكري. فالله يسر الجميع وتحية لأي واحد خارج في هذه الوقيتة. فهذه الأجواء ديال مدينة الدار البيضاء صبيحة يومه السبت. نشوفوا شنو واقع معنا مشاهدينا وبارطاجيو معنا الاراء ديالكم فهاد الصبيحه هادي، وشاركوا معنا المشاعر ديالكم، الاحساس ديالكم، شنو غادي ديروا اليوم، الروشين اللي غيكون اليوم، يعني شنو مصبحكم بكري على الصباح. فالله يسر الجميع وتحيه لاي واحد. احنا حاليا كنتواجدوا في منطقه ديال بالمسيك، يعني انا شخصيا غادي متجه لمقر العمل ديالي، يعني مقر قناه الشعب شوف تي في. كل واحد فيكم واش مصبحو الصباح، كاين اللي غادي يمشي للبحر، كاين اللي غادي يمشي للبيسين، كاين اللي غافيق يدوش ويتفرج، كاين اللي غيفيق وصافي ضربات الفيقه، كاين اللي باقي منعش. يعني كل واحد فيكم وعندو سبب شنو فيقو هاد الصباح. يعني وتحيه خاصه لجميع المدن المغربيه وجميع المغاربه فيما كانوا، جميع بقاع العالم. باه الشمعة اليوم السبت، الويكاند هاو وصل، الصيف قرب يسالي، شفنا الشكير تحطو، شفنا الكتوبة تحطو، يعني العطلة دغيا سالات ما حسيناش بها كاع. فالله يستر الجميع، الله يستر الجميع. مبارك حمو، صباح النور والسرور، تبارك الله عليك، شكرا بزاف خويا مبارك، الله يسر لك الامور. هشام فراج، الله يسهل الامر لكل مسلم على وجه الارض، خدام الله يسهل عليه، واللي ما خدامش الله يوجد ليه ان شاء الله باذن الله. واحتراماتي شوف شي في، شكرا بزاف خويا هشام، الله يسر لك الامور، والله يفتح لك بالارزاق في هذا الصباح هذا. مبارك حمو، الصحة والسلامة الله يعطيها لك خويا العزيز، يعطيك صحتك والسلامة إن شاء الله، والله يعطيها لأي واحد بإذن الله. الصحة والسلامة هما كلشي وما راس المال، يعني طبيعة الحال الوالدين هما الأولين والصحة والسلامة هما الثانيين، هذوك هما راس المال. والله يسر الأمور للجميع. مراد ولد الحاج عندك دخل في طاكسي، أشد الفال أخويا على الصباح. حشومة عليك اخويا العزيز، احنا رادين الباب، احنا رادين الباب. اخويا العزيز راد البال، حميدو مهيب عندك، شكرا خويا حميدو، الله يحفظك، راني راد البال، اسال الله السلامة. عزيز قلب والقلب كبير خويا العزيز. هشام فراج وخاص الانسان غينوض مع الصباح ويتوكل على الله يجري، يا عبادي انا نعينك ماشي نعس حتى لوحده. طبيعة الحال فكما تقولوا سيدنا الاولين، تفيق بكري بذهب مشري، يعني كما فقتي الصباح وتقاتلتي على راسك وحاولتي تجيب طرف ديال الخبز، ربي غيسر لك الامور، ربي راه كيشوف وربي راه ما كيظلمش عباده. فأي واحد كيخدم على شي حاجة كينال الجزاء ديالها، يعني سوا في البلاصة سوا من بعد، يعني ربي كما تنقولوا يمهل ولا يهمل. مبارك نهارك مبروك خويا، والله يعاونك، شكرا بزاف خويا مبارك، الله يسر لك الأمور. قاسم تحياتي من إيطاليا، تحية لجزائر إيطاليا، بونجورنو باولو نور الدين من ايطاليا، تحيه لجزيره ايطاليا خويا.
احمد الحيمر. سلام خويا في نظام الطاقه. حنا خويا في شارع الوحده الافريقيه في بنمسيك. محمد محمد صباح الخير ورد الزين. شكرا بزاف خويا محمد، نهارك مبروك، صباح الخير. قاسم تحياتي من ايطاليا، تحيه خويا قاسم. العيطيري سعيد رجاء، السلام خويا العيطيري، كلشي مزيان. عماد مرزاق عندك، راك داخل الحي افريقيا، تليفوني يمشي. شكرا بزاف خويا عزيز، حنا رادين البال، الله يبعدهم علينا هذا الصباح هذا. محمد كتفي، تحيه من عيب مطهر، تحياتي لكم، تحيه خويا محمد. شكرا بزاف مشاهدينا على التفاعل الكبير اللي كاين في هاد الصبيحه هادي في هاد اللايف هذا، شكرا لكم. اجواء صباحيه، هاد الناس خدامه. حنا دابا غندخلو منطقة عين الشق، شوفوا معنا مشاهدينا الأجواء الصباحية ديال مدينة الدار البيضاء، أشنو كاين فيها. الحمد لله على كل حال، إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية البث ديالنا. شكرا لحسن المتابعة ديالكم، نلقاكم مرة آخر إن شاء الله مع موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.